برضو حابب اتكلم عن الحكام. ملف التحكيم ده كان ملف شائك، ملف مسبب صداع كبير جدا في الرياضة المصرية وفي كرة القدم المصرية. شفنا خلال الموسمين السابقين، شفنا كم الأخطاء التحكيمية. بدأنا كلاتنبرج يأتي علشان يكون النهاردة الارتقاء بمستوى الحكام، وده الشيء الأساسي. شفنا من قبل كان في مجاملات في القائمة الدولية للحكام، ممكن نشوف حكام كم الأخطاء اللي بتخطئها وبتضيع مجهود فرق وتتحط، وكأن دي المكافأة وكأن دي الهدية إن أنا أحطك في القائمة الدولية. زي ما أقول لحضراتكم، اتحاد الكرة كان عنده الشفافية لأول مرة منذ فترة طويلة إن هو يعلن عن القائمة الدولية. في ناس تم استبعادها، في ناس زعلت، ولكن لا يفتى ومالك في المدينة. معانا الحكم الدولي السابق الكابتن ناصر عباس، تحياتي ليك يا كابتن ناصر. تحياتي ليك يا كابتن أسامة، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وسعيد جدا إن أنا موجود معاك في المداخلة التليفونية. دايما بنستمتع بالحوار معاك يا كابتن ناصر. الله يخليك يا كابتن أسامة. رأيك في القائمة الدولية للحكام؟ يا كابتن أنا هاخد من كلامك يا كابتن أسامة، طبعا أنا متابع حضرتك، وحضرتك اتكلمت في عنصرين مهمين جدا، وهو عنصر العدالة والشفافية. وخليني اقول لك اني بحييك انك انت بتتكلم في العنصرين دولت، لان احنا عندنا في التحكيم لما يبقى فيه الشفافيه والعداله الكل بيرتاح. صح. الكل بيرتاح. لاول مره، خلينا نقول النقطه الايجابيه الاول، لاول مره اتحاد الكره بيعلن عن القائمه الدوليه، والكلام ده ما كانش بيحدث قبل كده يا كابتن اسامه. كان بيتم انتظار ان الاتحاد الدولي يبعت اعتمادها، وده طبعا كان بيبقى موجود بيبعته في شهر 12 او في شهر يناير. فانك انت النهارده تبعت القائمه الدوليه او تطلع بالقائمه الدوليه كاتحاد مصري، دي حاجه ايجابيه. وطبعا زي ما حضرتك قلت كان هناك شفافيه في ان احنا نخرج من اول القائمه الدوليه اللي احنا خطرناها، كانت في بدايه شهر، في نهايه شهر 9. طبعا استعرض القائمه الدوليه، وحضرتك بتتكلم كده يا كابتن ناصر، يا ريت وهي معانا دلوقتي وانت بتتكلم دلوقتي على الشاشه، حكام الساحه ابراهيم نور الدين، محمد عادل، البنا، امين عمر، محمد معروف، الغندور، محمود ناجي، شاهندة المغربي، ونوره سمير. دول حكام الساحه. كابتن اسامه بس خلينا نقف على الصوره ديت والاسماء دي. خلي بالك في نقطه مهمه جدا، عشان بس في ناس مش عارفه الكلام ده. الاتحاد الدولي لما بعت للاتحادات الاهليه لائحه الترشيح يا كابتن اسامه، قال كده بالظبط: من فضلك ما تحطليش الحكام بالحروف الابجديه، من فضلك حطهم بتقرير الكفاءة الفنية. بمعنى احنا عندنا الحكام 12 شهر، كل حكم بيدور اي مباراة يا كابتن اسامة بيتم مراقبته وتقييمه فنيا. فالمفروض كان المفروض اولا على لجنة الحكام، او اولا هي ما فيش لجنة الحكام، هم في عدوين ما زالوا حتى الان موجودين، كابتن احمد ابو العيلة والكابتن تامر. لو انا النهاردة بمشي بمعايير الاتحاد الدولي يا كابتن اسامة، المفروض النهاردة بحط القائمة الدولية طبقا للتقارير الفنيه خلال موسم سابق. انا النهارده لما اشوف محمود البنا رقم 3 يا كابتن اسامه، لا يبقى انا النهارده هنا تقييم القايمه، انا من وجهه نظري كناصر عباس عليه علامات استفهام. لا طبعا اكيد يا كابتن، اكيد. ليه يا كابتن؟ احنا كلنا بص مفيش حاجه مستخبيه لحد كابتن اسامه. كلنا بنشوف الحكام الموسم اللي فات، شفنا محمود البنا وشفنا محمد عادل وابراهيم نور الدين والغندور، كلنا شفنا الحكام. ولكن محمود البنا متحط رقم 3، والاتحاد الدولي بعت لك رسمي بيقول لك حط لي الحكام طبقا للكفاءه الفنيه. طبعا دي اول نقطه انا بتكلم فيها، اعتقد ان التقييم في الكفاءه الفنيه الترتيب ما كانش مظبوط. هو الراجل قال ايه؟ قال لهم ما تغيروش في القائمه الدوليه اللي هي 11، خليها زي ما هم اللي هم السبع الحكام الدوليين والسبع حكام المساعدين، لان انا مش هقدر احكم على حد الا لما الموسم الجديد يبدا واشوف الحكام كلها. المشكلة يا كابتن أسامة عارف كانت فين؟ كانت في اختيار قائمة تقنية الفيديو، وخلي بالك دي مشكلة. هتقولنا كده حكام الفار برضو عشان نستعرضها مع بعض، وكابتن ناصر بيتكلم. هتكون معانا دلوقتي محمود أبو الرجال، وطارق مجدي، وائل فرحان، حسام عزب، عمرو عبد الرحيم، ومحمود الدسوقي قدامنا ومعانا دلوقتي يا كابتن ناصر، اتفضل.
بص يا كابتن اسامه، يعني عاوز اقول ان القوائم كلها سواء قائمه الحكام المساعدين والحكام الميدان وقائمه الحكام الشاطئيه وحكام الصالات ما عندناش مشكله. هذه القائمه كابتن اسامه انا هقف عندها بقى شويه، لان هنا عامله مشكله لكثير من الحكام موجودين، والنهارده هقول لك ليه عملت مشكله. النهارده معايير الاتحاد الدولي قالت ايه يا كابتن اسامه؟ لما تيجي تحط حكم في قائمه الفار يجب ان يكون هذا الحكم لديه من الخبرات الكبيره عشان يقدر يصلح للحكم داخل ميدان اللعب. طيب هل انت اخترت الحكام فعلا اللي هم اداروا مباريات وهم تنطبق عليهم الشروط؟ للاسف لا. هقول لك ليه يا كابتن اسامه؟ احنا النهارده بنشوف ان هناك حكام كان يجب ان هم يخشوا قائمه تقنيه الفيديو، وللاسف الشديد ما دخلوش، على الرغم ان هم اداروا مباريات كبيره في الملعب واداروا مباريات كبيره في الفيديو، ولكن بنشوف النهارده مجاملات، وانا بقول اهو على مسؤوليتي، مجاملات في اختيارات قائمه تقنيه الفيديو. من غير المعقول النهارده يبقى عندي حكام زي محمد الصباحي، محمد الحنفي، محمود بسيوني، صبح العمراوي، عبد العزيز السيد، دول اداروا مباريات في كحكام ساحه واداروا مباريات في حكام الفار. النهارده انت حضرتك حطيت اسمين، مع احترامي الاسماء ماليش علاقه بالاسماء كلهم فوق دماغنا من فوق، ولكن حسام عزب حجاج وعمر عبد الرحيم الشناوي، هم طبعا كاتبين عمرو. انا بس هل عندك تعليق على عمرو عبد الرحيم بدل ما اتكتب عمرو عبد الرحيم احمد الشناوي؟ هل عندك تعليق على النقطه دي؟ هنا يا كابتن، يعني احنا بنتكلم يا كابتن اسامه، انت قلت حاجه جميله في البدايه والله انا بحييك عليها، الشفافيه والعداله. طبعا حضرتك ايه المشكله لما تكتب عمرو احمد عبد الرحيم الشناوي؟ ايه المشكله ما تكتب يعني ايه عمرو عبد الرحيم؟ عمرو عبد الرحيم ما حدش يعرفه، الاسم ده ما حدش يعرفه. دي نمره واحد. نمره اثنين كاتب حسام عزب، طب ما تكتب حسام عزب حجاج، مش انت اخترت كابتن احمد ابو العيله والكابتن تامر دوري اخترته؟ يا جماعه طب انتوا قلقانين من ايه؟ انتوا اخترتوا على قناعات. ولكن يا كابتن اسامه هقول لك على حاجه مهمه. احترامي لحسام عزب ولد صاعد، لسه صاعد، وعمر الشناوي على فكره ما حدش منهم ادار على يعني على اكثر مباراه او مباراتين في الدوري الممتاز كحكام ساحه. في الوقت اللي فيه حكام كان يجب ان هم يخشوا قائمه الفار، ولكن للاسف ده ما حصلش. السؤال اللي انا بقوله يا كابتن حسام، هل يتم اختيار قائمه الحكام الدوليين 2022 2023 قائمه بتتكون من 34 حكم وما فيش لجنه حكام موجوده واللي يختار هم اثنين؟ يعني هل اثنين؟ وده ما حصلش من قبل كده يا كابتن اسامه ان يتم اختيار قائمه الحكام في عدم وجود لجنه حكام. هل كلاتنبرج يا كابتن ناصر ملوش بصمه على اللجنه دي؟ كابتن كلاتنبرج قال لهم يا جماعه انا السنه اللي فاتت انا ما اعرفش التقارير بتاعه الحكام، مش متابع ابدا. كل اللي قاله قال خلوا القوائم بالنسبه، يعني هو كان يهمه قوي قائمه الحكام الميدان اللي هم حكام السفاره وقائمه حكام المساعدين. قال لهم ما تغيروش القائمتين دولت لان انا ما اقدرش احكم في الفتره اللي جيت فيها. خلينا نشوفهم ونحطهم في القائمه زي ما هم، مش هنغير هنا حد. مش هنغير هنا حد. طب بما ان الراجل قال الكلام ده، كنت المفروض على الاقل في قائمه الفار كنت حطيت الحكام اللي تستحق ان هي تكون موجوده يا كابتن اسامه. انا بقول تاني، وحدث اللي انا هقول لك عليه ده حدث بالفعل، ان محمد الصباحي امس بعد ما اعلن القائمه الدوليه للفار ذهب الى اتحاد الكره، وراح للاستاذ جمال علام والاستاذ جمال علام ما كانش يعلم شيء ابدا، وتفاجئ ان محمد الصباحي هو المفترض طبقا للتقارير الفنيه اكتر واحد مفروض هو يتحط في قائمه الفار وهو ما اتحطش، وقال له كده بالظبط، قال له يا محمد هات التقارير الفنيه بتاعت محمد الصباحي. والولد قال ايه؟ قال نجيب السته اللي محطوطين واجيبوا تقارير الفنيه وشوف لو انا استحق ادخل يبقى انا موجود، ابعتوا تصحيح للاتحاد الدولي وان انا ادخل قائمه الفار. ولكن كابتن انا بسال سؤال، البروتوكول بيقول ايه يا كابتن اسامه؟ قال لك حط في الفار الحكم اللي عنده خبره، اللي لعب كتير، اللي لعب في الملعب كتير. طيب بالنسبه للفار يا كابتن ناصر، تتكلم رايك في استبعاد محمود عاشور؟ محمود عاشور هو راجل وهو صاحب الواقع الاشهر في الدوري المصري، مباراه الاهلي وفاركو. هو الراجل قال يا كابتن اسامه، هو الحاجه الوحيده اللي كلاتنبرج قال لك انا مش هجدد لحد. هو قالها كده، مش هجدد لحد لاني
النهارده محمود عاشور هو المفترض النهارده عشان تجدد له كابتن اسامه، هو احنا عندنا بطولات؟ اه واحنا النهارده كاس العالم تم اختياره، طب انت هتجدد له على اي اساس يا كابتن اسامه؟ طب الافضل ان احط حكم صغير يبقى عنده فرصه يقعد فتره وبعدين لما تيجي بطولات يبقى عنده فرصه المشاركه، ولكن التجديد لمحمود عاشور انا هفقد مكان. هذا المكان قد يخسرني حكم المفروض ان احطه في القائمه، اكسب حكم صاعد افضل بالظبط، وبالتالي ما عندناش بطولات ولا يعني كاس العالم تم اختياره ومفيش بطولات جايه، هو قال كده، قال مفيش تجديد لحكم فوق الست. اخيرا يا كابتن ناصر، كلاتنبرج في الموسم القادم، كلاتنبرج هل حط ايده فعلا على التحكيم المصري وانت مستبشر خير ولا لسه الامور برضو ضبابيه؟ كابتن اسامه انا انت قلت سؤال مهم جدا 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 وهيتوقف عليه حاجات كثيره جدا 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 يا كابتن اسامه، وانا انا بقول الكلام ده واعي ذلك. هذا السؤال سؤال محترم جدا اللي انت قلته. سؤال جلاتنبرج عنده اللي يقدر ان هو يدير الحكام ويبتدي بدايه كويسه، ولكن انا اخشى حاجه واحده بس يا كابتن، من هو الذي يتعاون مع جلاتنبرج؟ أيوة. لابد من ان انا احط لجنه بتحب التحكيم وبتحب ان هي تنجح. ما ينفعش يا كابتن اسامه النهارده انا اجيب ناس موجوده مع احترامي ليها ويعني مش عاوز اقول كلام يعني هتحاسب عليه، ولكن انا بطلب حاجه واحده بس، اللجنه اللي تيجي يا كابتن اسامه من فضلك في هناك كوادر محترمه جدا جدا، اختار منهم عشان الراجل ينجح يا كابتن اسامه لازم يكون معاه ناس بتحب تشتغل وناس عايز النجاح. وناس عايزه تنجحه وناس عايزه تنجحه وملهاش اي اغراض، علشان في ناس كتير برضو مش حابه نجاح كلاتنبرج بالظبط. انا بحييك يا كابتن اسامه، انت كده وصلت القصه. هنا يتوقف نجاح كلاتنبرج على اختيار الناس اللي هتشتغل معاه، لان دي هتفرق كتير جدا جدا يا كابتن. واحنا بنشكرك شكرا جزيلا حكمنا الدولي السابق والخبير التحكيمي الكابتن ناصر عباس.